السلام عليكم. اليوم زار والي ولاية الجزائر العاصمة مختلف مناطق ساحة الشهداء للوقوف على الأشغال تاع التهيئة تاع الممرات تاع الزوار من الدهاليز تاع ساحة الشهداء باتجاه الواجهة البحرية. إذا وقف على بعض الجوانب من إعادة التأهيل والهيكلة لساحة الشهداء وخلق الفضاءات تاع الزوار وفضاءات تجارية في الأقبية تاع ساحة الشهداء، وكذلك كما قلنا تهيئة المسارات تاع الزوار باتجاه الواجهة البحرية. إذا خليكم تتابعوا الفيديو نتاع الزيارة نتاع والي ولاية الجزائر العاصمة إلى ساحة الشهداء، والسلام عليكم. هذا هو المحتوى.